استاذ هشام علي، باعتبار ان يعني حضرتك رئيس احنا جمعيه مستثمري جنوب سيناء، واعتقد انه دي يعني جهه مهمه جدا، اذا تضافرت الجهود حضرتك مع وزاره السياحه، مع القياده قياده الدوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الجهات المعنيه اللي ممكن تساعدنا في هذا الحدث. في ناس طرحت مبادرات، وفي ناس قالت نعمل حفله في شكل كرنفال في شرم الشيخ لجذب السياحه من العالم كله مع رسائل طمانه للناس كلها. في ناس قالت ان احنا نعمل اعلانات مدفوعه الأجر بتوضح مدى جمال السياحة في مصر، مش بس في شرم الشيخ، ده كل شبر في مصر حكاية تتحكي للناس كلها. إعلانات مدفوعة الأجر في القنوات العربية والقنوات الأجنبية لدعم السياحة ولتسويق السياحة بشكل أفضل. يعني في ناس ما عندهاش 1 على مليون من اللي عندنا، ومع ذلك بيعملوا إعلانات بيصور إن الدنيا جنة، ما بالك إن إحنا عايشين في الجنة فعلا هنا في مصر، ولكن يمكن مش كتير شايفين ده. إزاي جمعية مستثمري جنوب سيناء تقدر تساعد مع وزارة السياحة، مع الإعلام، مع الدولة، علشان نقدر إن إحنا نعمل ده؟ إحنا كل مصادر بتاعت هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة مصادرها من جمعية مستثمري جنوب سيناء، اللي هي الجمعية العمومية اللي هي كل مستثمري جنوب سيناء. حضرتك إحنا بنساهم وبشكل واضح ومباشر. إحنا المطلوب إن هيئة تنشيط السياحة مع معالي وزير السياحة أستاذ هشام زعزوع والمحافظ اللي بيشتغل بدؤوب، المحافظ الدؤوب اللواء أركان حرب خالد فودة، كل دولت. احنا كنا عملنا اجتماع في لندن سريعة علشان فكر حضرتك ده برضو لازم هيخرج لحيز الوجود، وهتشوفيه قريب قوي، هتشوفي فعلا في الفضائيات اللي هي، والبركة فيكم برضو، من الفضائيات دي على فكرة بقت مرئية في كل حتة، والبرضو الحاجات الأجنبية اللي هي بتروح لهم هناك، كل دي هتبين ايه هو جمال. صح يا فندم، احلى كلمة قلتيها، احنا عايشين في الجنة فعلا، ولازم نوريهم الجنة وهم عايشين في الأرض، دي حقيقة. أشكرك فعلا. طبعا، ولكن يعني كمان حضرتك أشكر حضرتك، أشكرك أستاذ هشام، كمان حضرتك شاركت وكان في السيد وزير السياحة دكتور هشام زعزوع في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، ودي تعتبر تاني أكبر المعارض السياحية الدولية. إيه أهم اللي أنتوا رصدتوه خلال مشاركتكم في الفعاليات، وإيه النتائج اللي خرجتم بيها كمصر من هذه المشاركة؟ حضرتك المشاركة احنا وضحنا بالظبط ايه هي السياحة، ايه هي السياحة في مصر، ايه جمال مصر، ايه الناحية التنشيطية كانت يعني كبيرة جدا. المعرض ما فيش حد ما زاروش، المعرض كان معمول السنة دي بصورة ان اي جاذب وموقعه مميز، وان اي واحد دخل هذا المعرض حضرتك. وبعد كده لما حصلت الدعايات دي احنا استمرينا، والكلام اللي سعادتك قلتيه ده هو نفسه كلام السيد وزير السياحة، اللي هو ازاي هنخرج من هذه الازمة بفعلا بتنشيط، حملة تنشيطية واسعة، والروت شو والكلام ده كله، كل دي حاجات بتحصل وهتعود السياحة سريعا ان شاء الله يا فندم. يعني احنا متبشرين، وانا متفائل على فكرة، دايما لازم نتفائل، وان فعلا ان احنا هنجتاز هذه الازمة بمشيئة الله كما اجتزنا ازمات قبلها فعلا ان شاء الله. استاذ هشام يعني نجحت. تمام. أي. يعني حضرتك استاذ هشام يعني ناجح. لابد انك توجه رساله للسائح الاجنبي وللدول الاجنبيه بشكل عام، سواء الحكومات او الشعوب. يعني تعالوا زوروا مصر، تعالوا زوروا شرم الشيخ، تعالوا زوروا احسن مدينه واحلى جو ربنا خلقه في العالم. Come to Egypt. تعالوا لمصر وانتوا تشوفوا من الجنة على ارضها زي ما حضرتك قلتيها فعلا، وده مفروض ان ده يبقى شعار السياحة السنة دي فعلا. فاحنا بنشكر حضرتك جدا جدا، وبنشكر كل من بيساهم انه ينقل كلامنا وينقل رأينا وينقل جمال هذه المدينة الى كل بقعة في العالم. يعني اللي اقدر اقوله ان انا يعني خلاص انا متأثر من كلام، اكتر من كده مش عايز اقول غير ان مصر بخير، عمالتها بخير، اولادها بخير، شبابها بخير، شيوخها بخير، اطفالها بخير، هم اطفال احنا منطلقين يا فندم، مفيش حاجة هتوقفنا، دي مصر، مصر يا فندم مفيش حاجة هتوقفها، رغم انف الحاقدين انسم، دي ذكرت في اسم مين، ذكر في القرآن اسم مصر.
ادخلوها بسلام امنين يا فندم، ادخلوها بسلام امنين. وتحيا مصر. احنا يعني تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام علي. مصر والله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام علي رئيس جمعيه مستثمري جنوب سيناء. اشكر حضرتك.